طبعا واجهت هواي صعوبات وهواي معوقات، خاصة احنا مجتمع كل محافظ واجهت تحديات، والحمد لله والشكر بدت يعني بجدارة وجبنا الميداليات الذهبية. دخلت اول رياضة انه رياضة الكاراتيه، 4 سنوات مارستها والحمد لله جبت فيها نتائج وبطولات، وورها قررت انه امارس رياضة الملاكمة، طبعا عن طريق اكثر شيء حبي للافلام. البنية تتعرض لكل شيء طبعا، ومن ضمن يعني تتعرض اكثر شيء من الاقارب، زين انه شلون تطلع شلون تروح شلون تجي شنو تلعب شنو تدرب، زين الدور يعني دور ملاكمة شنو تلعب شلون ملاكمة. اجتني الفكرة انه عندي غرفة فوق يعني بالطابق الثالث يعني فارغة، فهيئتها يعني الملاكمة. احنا بدينا هذا مشروع مع الالعاب النساء، ندخلها للالعاب الفردية ولقينا اقبال بشكل مو طبيعي ما كنا متوقعين. تدري احنا بلد يعني الامان مالته مو ذاك الامان 100%، فيتعرضن للسرقة، يتعرضن لسرقة سياراتهم، اعتداء خاص، فحبن هاي اللعبة.